وضع صعيب ياسر معناتها في كل أصعد الكل معناتها سياسيا اقتصاديا صحيا باش يعطي خلي أثار هذا حاجة معناتها متأكدين منها. الحقيقة احنا مانيش ياسر داخل هالأزمة هذه على خاطر ناخذينا مسافة معناتها وقاعدين باش نهيكلوا رواحنا ان شاء الله المحطات الانتخابية المقبلة جوستومون باش نلقاو مشهد ما احسن ان شاء الله من هذايا على خاطر الحقيقة المجلس تحفظاتكم على المشهد الحالي مجلس ياسر معناتها انا عملت مرتين دورتين معناتها وبالرغم انه كانوا فما خلافات وكانوا فما صراعات ولكن مش بالطريقة هذه يعني مقرف معناتها حتى ما عادش المشهد البرلماني الحالي مقرف تعتبره معناتها ما تنجمش حتى تغزر معناتها تتفرج الحقيقة وحتى الناس بعض الناس اللي نعرفهم هما نواب توا يقول لك اللي مخنوقين معناتها ما فماش جو احنا كنا ما عرفش التجربة نتاعي ما كانتش هذه معناتها بالكل ونشوف اني ما فماش نقاش على مواضيع جوهرية على مواضيع تهم مستقبل العملية الديمقراطية كما شنو غريب محجوب مستقبل التوانسة ولا حتى معناتها حاجة تهم الحالة متاع التوانسة كلهم صراعات ايديولوجية معناتها راديكالية يمين ويسار معناتها وشحنات معناتها ما نعرفش كيفاش باش نجم يواصل هذا حتى يعني انحصر الصراع السياسي اليوم في البرلمان بين كتلة فيها ائتلاف الكرامة والنهضة وكتلة فيها الدستور الحر وعبير موسي تعتبروا هذا مضر بالعملية الديمقراطية؟ على كل حال ما ينجمش يقدم قدمش بينا معناتها خاطر الحقيقة ما في كل حتى جلسة عامة يعني العمل يقعد ديما معناتها متأخر ولا الجلسة ما تكملش ولا جلسة معناتها حتى معناتها المشهد الحقيقة صعيب شوية